السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودع أخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مطار القاهرة الدولي بعد زيارة العمل والأخوة التي أجراها لبلده الثاني مصر. كمان امبارح استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلاوديو ديسكاليزي الرئيس التنفيذي لشركة إين الإيطالية والوفد المرافق ليه من كبار مسؤولي الشركة. وطبعا ثمن السيد الرئيس العلاقة مع الشركة الإيطالية وأكد على التطوير المستمر لمناخ الاستثمار في مصر. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها أنه امبارح قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع أخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مطار القاهرة الدولي بعد زيارة العمل والإخوة اللي أجراها لبلده التاني مصر، وشهدت اتفاق الرئيسين على تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والجزائر، كما عكست تطابق الرؤى بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إين الإيطالية والوفد المرافق له من كبار مسؤولي الشركة، وده بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن اللقاء شهد تناول جهود تطوير العلاقات المتميزة بين مصر والشركة، وثمن الرئيس العلاقة بين مصر والشركة اللي بتعكس قوة علاقات التعاون بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات. كما أكد حرص مصر على التطوير المستمر لمناخ الاستثمار في البلاد، مشدداً على استمرار جهود الحكومة في توسيع آفاق الاستفادة من ملف الطاقة، وأشاد الرئيس بالدور المجتمعي للشركة اللي بينعكس في دعمها لعدد من المشروعات التنموية في مصر. كمان امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي اللي بتعد أكبر مجموعة سياسية بالبرلمان الأوروبي، وده بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد عمق العلاقات المصرية الأوروبية اللي تكللت مؤخراً بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يعكس المصالح المشتركة الممتدة بين الجانبين. وأكد رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي التقدير الكبير لمصر على المستوى الأوروبي وحرص مجموعته السياسية على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات، منوهاً في هذا الإطار إلى العلاقات الاقتصادية المتشعبة والمتنامية بين الجانبين وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر لتحقيق الاستفادة المشتركة من الجهود التنموية اللي بتشهدها مصر بما يحقق مصالح الجانبين. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بعدد من المفكرين السياسيين لمناقشة القضايا المثارة على الساحتين الداخلية والخارجية. ولفت مدبولي إلى أن اللقاء يهدف لمناقشة عدد من المحاور ذات الصلة بالسياسة الخارجية والأوضاع الداخلية، مقترحاً بعض الملفات للنقاش زي الانتخابات الأمريكية وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط والأوضاع الإقليمية وتداعيات الصراع في المنطقة إلى جانب مختلف الأبعاد في الدائرة المحلية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه استمراراً لجهود القوات المسلحة في دعم المجتمع المدني وتقديم كل أوجه الدعم لرفع العبء عن كاهل المواطنين، أطلقت المنطقة الشمالية العسكرية أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، واللي تضمن عدد من المبادرات لخدمة مختلف فئات المجتمع الأولى بالرعاية بالمحافظات اللي بتقع في نطاق المسؤولية.